نتكلم النهارده على نقص فيتامين اي. بيعد نقص فيتامين اي في الجسم شائعا في الدول الناميه، وبيزيد خطر الاصابه بنقصه في الحالات الاتيه، يعني الناس اللي هم هيبقى عندهم الحاجات اللي جايه دي محتمل قوي يكون عندهم نقص في فيتامين اي. عدم الحصول على كميه كافيه منه عن طريق الطعام، وقد يحصل ذلك عند اتباع نظام غذائي قليل بالدهون. الحاجه الثانيه، الاصابه ببعض الحالات المرضيه اللي تسبب سوء امتصاص الدهون، مثل اضطرابات الكبد والمراره والتهاب البنكرياس ومرض التليف الكيسي. الاطفال حديث الولاده اذ انهم لا يمتلكون كميات كافيه من فيتامين اي في اجسامهم، قد يولد بعض الاطفال وهم يعانون من نقص فيتامين اي، لكن عاده ما تتحسن هذه المستويات عند التقدم في السن بسبب تناولهم للحليب الام او حليب الاطفال، والذي عاده ما يحتوي على كميات كافيه من هذا الفيتامين. ومن الجدير بالذكر ان نقص فيتامين اي لدى الاطفال قد يؤدي الى ظهور بعض الاعراض زي انخفاض في سرعه ردود الافعال، فقدان التوازن، وضعف في الاحساس الموضعي، صعوبه في المشي، وضعف في العضلات، كما يؤدي نقص فيتامين اي لدى الاطفال الخدج لزياده خطر الاصابه بالنزيف في الدماغ او نمو الاوعيه الدمويه في العين بشكل غير طبيعي، مما يعرف باعتلال الشبكيه عند الاطفال الخدج او الريتينوباثي اوف بري ماتيوريتي، كما قد يزيد من خطر الاصابه بفقر الدم الانحلالي او الهيمولوتيك انيميا لديهم. ولكن هذه الاعراض نادرا ما تحدث لدى البالغين، لان فيتامين ه يتم تخزينه بكميات كافيه في الانسجه الدهنيه لديهم. مع السلامه.